بدون التحفظ على طريقه المدرب فاركو خطاب. ما عندناش جديد، ده هو بتاع اول امبارح اللي كان بيلعب معانا. نروح لملعب المباراه وزميلنا العزيز كريم احمد يقول لنا بقى اجواء ما قبل المباراه مباشره. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك كابتن ايمن شوقي، بجد التحيه ليك ولكل جمهور النادي الاهلي وضيوف الاستوديو التحليلي. كل التوفيق النهارده ان شاء الله باذن الله، لحظات بسيطه جدا او دقائق بسيطه وتنطلق ان شاء الله مباراه اليوم الاهلي وفاركو. استعدادات انتهت الحقيقه. يمكن عايز اقول نقطه مهمه في البدايه، الجو ابتدى يهدى شويه كابتن ايمن، لان من ساعه بسيطه الحقيقه كانت درجه الحراره صعبه جدا، رطوبه في استاد القاهره كانت كثيفه شويه، لكن الحمد لله مع هذا الانخفاض ومع مرور الوقت ان شاء الله وانطلاق موعد المباراه يكون الجو اهدى شويه عشان نقدر نشوف مباراه جيده، وتحديدا كمان مع فريق النادي الاهلي باذن الله تكون ثلاث نقاط مهمه جدا من نصيب النادي الاهلي. اجواء طيبه جدا، حضور الجمهور الحقيقه كان امر رائع. مجرد نزول لعيبه النادي الاهلي من اول دخول لاول لعيب الحقيقه كالعاده الشناوي، الهتافات المعتاده، شوبير، زنفولي، كل اللعيبه الكل راح حيا جمهور النادي الاهلي. اجواء طيبه جدا، اجواء رائعه جدا. ينقصنا ان شاء الله باذن الله توفيق ربنا سبحانه وتعالى مع التوليفه اللي اختارها مستر كول النهارده بالمهام وبالتوظيفات وبالمطلوب النهارده ان شاء الله من المباراه، وايضا كمان قيادته الفنيه زي ما قلنا من خلال 90 دقيقه من خارج الخطوط، السيناريوهات اللي محضرها ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي، ويكونوا ثلاث نقاط مهمين جدا يا كابتن ايمن في مشوار النادي الاهلي في الحفاظ على لقب ببطوله الدوري العام باذن الله. واي توليفه واي تشكيل الفتره ديت، لان مباريات الاهلي الفتره دي يا كريم كلها مباريات كؤوس. يعني احنا بننزل بنبص بس على الثلاث نقاط، احنا عندنا معمعه كبيره جدا 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 لحد 17 اغسطس، بتتكلم عن 15 مباراه دوري ومباراة في الكاس، مطالب في كل المباريات دي بالثلاث نقاط. سيبك من ماتش الكاس، ماتش الكاس طبعا لازم تكسبه، ما فيهوش ثلاث نقاط ده. بالتاكيد يا كابتن ايمن، عشان كده بنقول فتره دقيقه وفيها تحديات كبيره وفيها لود كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي. بنلتمس العذر للجهاز الفني زي ما قلنا في تصحيح الاخطاء، ونلتمس ايضا كمان العذر للاعبين في المجهود الكبير. عشان كده الروتيشن اجباري في هذه المرحله زي ما انت بتقول، راجل بيحاول ان هو يريح بعض العناصر لمتطلبات هذه المباراه. المباراه اللي جايه ممكن تشوف شكل تاني ببعض اللعيبه تانيه. عشان كده ان شاء الله بنتمنى له التوفيق مستر كولر في الاختيار النهارده ان شاء الله، وبنتمنى ايضا كمان لكل لعيبتنا التوفيق يكون معاك في ظل مباراه ممكن تشوف فيها تكتل دفاعي، ممكن تشوف فيها امور بتصعب شويه الوصول الى المرمى، لكن ان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره جدا في الجهاز الفني وفي اللاعبين، وان شاء الله كابتن ايمن تكون فرحه كبيره على كل جمهور النادي الاهلي النهارده ان شاء الله كريم. وثلاث نقاط باذن الله تكون من نصيب النادي الاهلي، ولينا لقاء بعد المباراه ان شاء الله والنادي الاهلي كسبان. طيب كابتن اسامه، نتكلم عن